الحته بقى اللي فيها تغيير ده في احلال وتجديد. انت بتتكلم في جيل مهم، عبال ما دخلت في جيل تاني كان بعض اللعيبه اللي هي الكبيره اللي بنتكلم عليها كبار دلوقتي كانوا صغيرين معاهم، فشربوا منهم الحاجات اللي هي الايجابيه، ابتدوا النهارده يتعاملوا مع الجيل اللي موجود دلوقتي بشكل نفسي وبشكل فني، فطبيعي ان ده دورهم مهم جدا. تاني حاجه الفتره الاخيره دي كان لازم يتكاتفوا كلهم يا كابتن عبد الجليل، كان في نقد كبير جدا، كان اللعيبه كلها عليها ضغوطات، كان لازم كل اللعيبه تبقى في اجتماع، دخلنا نفسنا في مين كابتن، دخلنا في نفسنا مين اللي هيلعب، دخلنا في نفسنا بعض الناس بتشجع اهلي وتشجع زمالك، دخلنا في تفصيله كده معينه. لكن يمكن الهزيمه الاولى بتاعت نيجيريا دي خلتنا نتحد اكتر، خلت اللعيبه تتلم اكتر، يبقى في تركيز اكتر، اجتماعات اكتر، فكل ده فارق مع اللعيبه. وشايف ان اللعيبه كمان مميزين جدا. النقد الكتير على الراجل فوقه بالظبط، النقد الكتير وفي يعني بعض مش عنيد اهو، مش عنيد لا مش عنيد طبعا، لا مش عنيد، هو لو كان عاند كان هيروح. فهم برضو اخواته هنا، المعلم فنجاده، الحاج فنجاده اللي قاعد في اتحاد الكوره، والحاج جوزيه، قالوا لا الشعب المصري مش زي اي شعب. فتسمع لهم، الناس دي بتفهم كوره. اه والله يا كابتن، فمعانتش بصراحه، وانا متوقع ان في لعيبه قعدت معاه، صلاح خصوصا، وجهاز فني قعد معاه، وناس من اتحاد الكوره قعد معاه، فقالوا له اتظبط واتعدل، واحنا كلنا شجعناه وسقفنا له. ومدرب كبير؟ لا مدرب كويس. كبير؟ لا مش كبير، كويس. ماشي، نتقابل بعد البطوله ان شاء الله واحنا شايلين الكاس يا كابتن محمد. يا رب حبيبي.